يهلك الله فيه جميع الأحياء، وهو يوم النفخ في الصور الذي تنتهي بعده الحياة في الأرض والسماء. أهوال القيامة. بعد اليوم الذي تظهر فيه أغرب العلامات، حيث طلعت الشمس من مغربها وخرجت الدابة من الأرض وظهر الدخان، وبعد هذا اليوم الذي تظهر فيه هذه العلامات، يتغير مجرى الكون وتغلق باب التوبة، ويبقى شرار الخلق وهم الذين يشهدون العلامات الأخيرة. النفخة الأولى، نفخة الصعق والموت. بعدما جمعت نار عدن آخر العلامات الكبرى الناس في أرض المحشر، أذن الرب عز وجل بنافخ الصور أن ينفخ النفخة الأولى، نفخة الصعق والموت. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل أتوه داخرين. وبسماع هذه النفخة يموت كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله أن يبقيها، وتأتي هذه الصيحة على حين غفلة من الناس وانشغال بالدنيا، وهي نفخة هائلة مدمرة يسمعها المرء فلا يستطيع أن يوصي بشيء ولا يقدر على العودة إلى أهله وخلانه. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وقد أوكل الله عز وجل أمر النفخ في الصور لإسرافيل عليه السلام، وهو من الملائكة العظام، ومنذ أن أوكل بذلك وهو متهيئ للنفخ فيه، وكلما اقترب الزمان ازداد تهيئه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وأصغى سمعه، ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. رواه الترمذي وحسن. أخيرا أتى أمر الله، أمر إسرافيل بالنفخ في الصور، وإذا بصوت قوي شديد يدوي في كل مكان، وإذا بالفزع يسود الوجود، حانت اللحظة الأخيرة، لحظة الاحتضار. ها هي ذي الدنيا بأسرها تحتضر، فالأرض تزلزل وتدكر، والجبال تسير وتنسف، والبحار تفجر وتسجر، والسماء تتشقق وتمور، والشمس تكور وتذهب، والقمر يكسف، والنجوم تنكدر،
ويذهب ضوءها وينفرد عقلها. ما هذا؟ لقد انطفأ نور الشمس وكذلك القمر وسائر الكواكب. الدنيا ظلام في ظلام. ففزع الجن إلى الإنس: رباه، ما هذا؟ يا لهول انتقامك! سبحانك يا الله، يا قادر يا جبار! السماء أيضا تحتضر، تتشقق، تتكور منها الشمس وتظل تهوي، تهوي عبر بعد سحيق. ويقع القمر وسائر الكواكب والنجوم، تشتعل النيران وينتشر الدخان، وعلى ضوء النيران تشهد المخلوقات كل الأهوال. النفخة الثانية، نفخة البعث والفزع. ثم يأمر الله تعالى بالنفخة الثانية وهي نفخة البعث، فإذا شاء الحق تبارك وتعالى إعادة العباد وإحياءهم أمر إسرافيل فنفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد ويقوم الناس لرب العالمين. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس يصعقون فأكون أنا أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. رواه البخاري ومسلم. إننا أمام حدث من أحداث يوم القيامة وهول من أهوالها، تفزع منه القلوب وتوجل منه النفوس. إنه حدث يقرع أسماع أصحاب القبور فينتفضون من قبورهم مبهوتين شعث الرؤوس غبر الأبدان، قد أفزعتهم الصيحة وأزعجتهم النفخة. وقد وصف المولى جل وتعالى مشهد البعث وتعجب الموتى من ذلك فقال سبحانه: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين.